للحديث أكثر عن الذكرى السادسة لإعلان انتهاء العمليات العسكرية في المدن المنكوبة ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي دكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، بداية مرحبا بكم. في الذكرى السادسة لانتهاء العمليات العسكرية، 170 ألفا ومليون نازح تحدثت الأمم المتحدة عنهم نزحوا من المناطق المنكوبة إثر العمليات العسكرية، ولكن لم يعادوا إلى مناطقهم حتى الآن ومناطقهم مدمرة. كيف تصف هذه الذكرى السادسة؟ 6 سنوات مرت ولم يتغير شيء. أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياكم الله أخي الكريم. هذه الحرب هي صفحة من صفحات المشروع الأمريكي الذي حدد العرب السنة بأنهم العدو الرئيسي في العراق، وأصدر قراراته بتهميشهم وإقصائهم وإلغاء دورهم السياسي والاجتماعي في العراق، وحاول أيضا تقليص حتى نسبة وجودهم حتى لا يكون لهم تمثيل فيما سماه العملية السياسية التي بنيت على أساس التمييز الطائفي. لذلك عملية تحرير الموصل أو الانتصار على داعش أو ما تسميه الحكومة ويسميه المحتل، ما هي في حقيقتها إلا عملية تدمير لهذه المحافظات التي وقفت بوجه الاحتلال الأمريكي. لذلك ما زال أكثر من 1 مليون شخص في مراكز النزوح، إضافة إلى الملايين الذين هجروا والملايين الذين قتلوا ومئات الآلاف الذين اعتقلوا، وكلهم أو أغلبيتهم إلى نسبة 99% هم من العرب السنة. لذلك لن يجري أي تغيير على هذه المحافظات ولا على حتى هؤلاء العوائل البريئة التي دمرت دورها وذهبت إلى أماكن النزوح، لأن العملية إننا ضمن عملية سياسية قد رسمها المحتل على أساس طائفي، وتستهدف الأمة الحقيقية في العراق التي تمثل الأغلبية. لذلك هو جاء لتدمير ما يسمى الأغلبية في العراق وتسليم مقاليد الحكم إلى طائفة معينة قد وضعها بالمرتبة الأولى من خلال عملية التدمير لهذه الأمة التي كانت طوال مئات من السنين أو قرون تقود العراق والمنطقة. المخطط الأمريكي هو واضح باستهداف العرب السنة وباستمرار معاناتهم ومآسيهم. لطالما نتحدث، أو هناك يعني يوم عالمي يحتفل به العالم، تحتفل به الكرة الأرضية، وهو يوم حقوق الإنسان، اليوم الدولي لحقوق الإنسان. نحن نرى حقوق الإنسان في غزة، ونرى حقوق الإنسان في العراق، ونرى حقوق الإنسان الأمريكية. يعني هذه الحقوق التي تتغنى بها أمريكا دائما، تتغنى بها الحكومات التي جاءت بها أمريكا بعد عام 2003، يشاهدها الشعب العراقي ويشاهدها العالم. يا ترى لماذا لا يذكر المغيبون؟ لماذا لا يذكر المعتقلون الذين تم تغييبهم تحت الأرض؟ لماذا لا يذكر هذا الأمر وفقط يذكر حقوق الإنسان في كل عام؟ يجب على العالم أن يحتفل بذكرى حقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أين هي حقوق الإنسان في العراق؟ أخي الكريم، حقوق الإنسان وما ترفعه أمريكا وما تسمى الأمم المتحدة ما هي إلا شعارات كاذبة لإلهاء الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي. وهذه الشعارات قد وضحت أمام العالم بأنها شعارات جوفاء وخرقاء وليس لها في الواقع من شيء. هذه الحقوق الذي يتحدثون عنها
هي حقوق الموالين لهؤلاء الغزاة، لهؤلاء المحتلين، لهؤلاء الغاصبين. لذلك ترى ما فعلته أمريكا من انتهاكات كبيرة في العراق من قتل وتشريد وتعذيب للسجناء، فكانت فضيحة سجن أبو غريب. وما تفعله الآن أو يفعله الكيان الصهيوني مدعوما بأمريكا وبريطانيا ودول الغدر التي جاءت من آلاف الكيلومترات لتقاتل مدينة تسمى غزة تقف اليوم بدماء نسائها وأطفالها، جاءوا للانتقام من النساء والأطفال. هذه الحرب غزة اليوم هي الشاهد الأكبر على نفاق هذا العالم، إضافة إلى آلاف المجازر التي ارتكبت بحق القوى الوطنية والمناهضة للاحتلال، وارتكبت بحق المسلمين خصوصا سواء في الفلبين أو ما تسمى أقلية الروهينجية أو غيرها في دول العالم، وما ارتكبته أمريكا من جرائم في أفغانستان وفي كل دول العالم. كل هذه الشعارات الخرقاء الجوفاء تراها ويشهد عليها العالم من أعمال إجرامية كبيرة أخيراً تقودها أمريكا. دكتور لو سمحت أخيرا، يعني هناك لابد من مسؤول عن سيطرة تنظيم داعش على ثلث أراضي العراق، يا ترى لماذا على مدى ست سنوات مرت لم نسمع بأن أحدا من المسؤولين عن تسليم الجيش لتنظيم تسليم الأراضي العراقية لتنظيم داعش وترك أو تسليم الجيش لسلاحه؟ لم نسمع أحدا حوكم في العراق، لم يحاكم هذا المجرم أبدا. ما دام الأمر يستهدف العرب السنة ويستهدف هذه المحافظات وهو صفحة من صفحات المشروع الأمريكي، فلا ترى هناك لا جنائية دولية ولا قرارات ولا هذه الحكومة المبنية على أساس الفساد والتمييز الطائفي يمكن أن تظهر لجنة تحقيق لتحاكم هذا المجرم الذي سلم هذه المحافظات وسعى إلى خرابها وإلى قتل أبنائها، لأنه محمي من دولة الإرهاب الكبرى أمريكا ومن دولة الإرهاب الأخرى إيران التي ترعى هذه العملية السياسية المقيتة. لذلك أنت لا تتوقع في ظل هذه الظروف أن يتم محاكمة هؤلاء المجرمين الذين سعوا إلى تدمير البلاد والعباد، وما زال هذا التدمير قائما في كل هذه المحافظات التي وقفت تدافع عن شرف الأمة وعن الشعب ضد هذا الاحتلال الغاشم الذي جعل من العراق مصدرا الآن للتهديد الإقليمي والعالمي. شكراً بمجيء هؤلاء الفاسدين للسيطرة على مقدرات الحكم. شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل، كنت معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي.